أو إن إيران دولة بتدين بالتقية وبتدين بالكذب، يعني بتضحك على الناس بأن ده لفظ الجلالة وهو في الأساس علامة مقدسة أو علامة مقدسة للهندوس الهنود اللي هو منها أصل الخميني. نطالب الدكتور مرسي بطرد السفير الإيراني، اللي إحنا لم نسمح أن تكون مصر دولة بلد وندنس بأقدام الشيعة الإيرانيين المجرمين بالكيان الصفوي في مصر، وبنحذر من تواجد أي تواجد مكاني تواجد فيه الشيعة الإيرانيين.